الفترة اللي جاية شايفها ازاي؟ المنافسة عاملة ازاي؟ يمكن الزمالك في بداية المشوار في الدوري بعد ما ينتهي من مباراة ارتا سولارا يواجه بيراميدز في بطولة الدوري. غالبا هيتأجل، أنا بقول لك غالبا مش هتكون المباراة الأولى. أنا ده إحساسي، إن بيراميدز يلعب في الشامبيون، ما ده بالمنطق في نفس التوقيت ده. فغالبا مش هتكون أول مباراة، ودي برضو كويسة لأن هي مباراة قمة من قمم الدوري المصري دلوقتي. يعني مش قضية إن الزمالك خايف من بيراميدز أو بيراميدز خايف من الزمالك، هي قمة صعبة قوي تبقى في أول أسبوع. لكن بشكل عام بس هي مش تأجل قوي، يعني ممكن، يعني ممكن نادي الزمالك، لأن أنت هتلعب 16، هتبقى في تنزانيا، والمباراة اتحدد ليها أو أول مباريات الدوري يوم 18، فممكن تتأجل يومين تقريبا. يعني الزمالك عادي يلعب بيوم 20، ما 18 ده معناه الاثنين الجاي زي النهارده بالظبط الدوري كده ينطلق. وطبعا احنا متأخرين على العالم كله، العالم كله قطع شوط يعني. لكن احنا حالة خاصة في السنين الأخرانية بشكل كبير. طالما بتتكلم عن الدوري يا أحمد، أنا في رأيي المجلس الجديد اللي هيتشكل لابد إنه يطالب بشدة بعودة الجماهير بكل طاقتها. ليه بقى؟ ده بيمثل مصدر مهم جدا ومورد مهم جدا من الموارد بتاعة النادي. يعني في العالم كله البث التلفزيوني، الرعاة، الجماهير، فلازم أنت تحارب عشان الجمهور يرجع بكامل قوته، وهتشوف فعلا ساعتها جمهور الزمالك عامل إزاي في كل الملاعب. ده مهم قوي. ده بعد مهم لازم إن شاء الله يشتغلوا عليه برضه في الفترة الجاية.